ينطلق بحفظ الله ورعايته مشاهدينا متابعينا الكرام الشوط الخامس عشر ليحمل كذلك القعدان المحليات اللقاية في هذا المسار لأبناء القبائل وشعاراتهم وتحدياتهم، وننطلق نحن مع المراكز الأولى لنوصف لكم العشر المراكز وتبادلها في طيلة المسافة الخمسة كيلومترات. يتقدم هنا سيف العرب، وعلى أرضية ميدان سيف العرب ومطر بن عبيد بن غدير يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، ينطلق بالمركز الأول يسيطر براشد كذلك مقدم هذه النوعية وهذه الانطلاقة، نتمنى له التوفيق. بينما المركز الثاني مستحيل لسيف بن حمد بن سالم الكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أشوف الثالث ورغمه هذا الثالث اللي هو شاهين لحمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع وصل فيها ملول لحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز وصل رماح لسالم بن مبارك بن رويشد النيادي يقدم رماح على المركز الخامس. المركز السادس قادم مياس لمطر بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز السابع هذا يتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا هو الوحيلي يتقدم محمد بن مبارك بن حمد الخيلي. ياتي الوحيل في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن هناك الذيب لسعيد بن محمد بن حميد الكتبي. والمركز التاسع وصل له اللي هو مغامر لسعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري. والمركز العاشر وصل في المركز العاشر اللي هو شاهين لبخيت بن مبارك بن علي المنصوري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، وهو الشوط الخامس عشر على أرضية هذا الميدان ميدان سيف العرب. مسار الشوط بهدوء، ولكن ترقبوا المزيد فيه بعد لوحة الكيلو أو بعد لوحة الإعلان في هذا التحدي وفي هذه الأثار الجميلة والانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، هذا هو اللي مسيطر على المركز الأول. مستحيل مستحيل أن تأخذون هذا المكان منه، يعني مسيطر ومصر على هذا الموقع. مستحيل لسيف بن حمد بن سالم الكتبي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني هملول محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي يأتي في المركز الثاني. والمركز الثالث هناك يتواجد سيف العرب مطر بن عبيد بن غدير الكتبي متواجد ومقدم سيف العرب، لكن هنا يتواجد مغامر لسعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، منذر لمحمد بن راشد بن فري بن عتيد المهيري يأتي خلاص يأتي في هذه اللحظات ويتحرك، بينما هناك أيضا اللي هو شاهين البخيت بن مبارك بن علي المنصوري يتقدم على المركز السادس. والمركز السابع هذا وصل شاهين لسالم بن مبارك بن دعفاس الغيلاني. والمركز التاسع الثامن شوف الوصول على المركز الثامن، وهذا كهرمان لسويدان بسعيد بن حضيرم الكتبي. وتاسع المراكز واصل الوحيل لمحمد بن مبارك الخيالي. والمركز العاشر يتواجد الغالي لأحمد بن سالم بن بطي العامري أو أحمد بن سليم بن بطي العامري. هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز العشرة مرة ثانية ذعناها لحضراتكم، وبدوا الجماعة يركزون يتابعون يحركون سماعاتهم على الخفيف، لأن اتجهنا إلى لوحة الإعلان ويتكتقود السرية.
من لوحة الإعلان. يا سلام يا سلام، هذه لوحة الإعلان وانطلاقتها وتحدياتها في هذا الشوط مع الجعدان. يا سلام، مغامر سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري يتقدم الجعدان ويقودهم بالمركز الأول، يليه هملول في المركز الثاني، محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي على المركز الثاني، المركز الثالث هذا مستحيل لسيف بن حمد بن سالم الكتبي اللي قاد الشوط من بدايته ولا زال ينافس ويقاتل على ناموس هذا الشوط الغالي لأحمد بن سليم بن بطي العامري، بدأ يتحرك ويصل، وكذلك منذر لمحمد بن راشد بن فري المهيري. يا سلام يا سلام، ولكن شوف اللي وصلهم، عاد شوف اللي وصل، اللي وصل وصل السعدي يبعدي سيف بن علي بن عامر اليابري، بدأ يتحرك بدأ يتحرك، يعني يا بن ناموس أشوفه دخوله سريع في الأمتار الأخيرة. يا سلام، يلا لحظات إصدار الأوامر، لحظات إصدار الأوامر، هناك اللي هو مغامر لسعيد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري على المركز الأول على الانطلاق الأول، السعدي بدأ يحرك، السعدي السعدي السعدي، سيف بن علي بن عامر الجابري الجابري الجابري، انطلق الجابري على المقدمة، انطلق على المركز الأول، سيطر على المقدمة ما شاء الله، وانفرد بالمقدمة بل انفرد بالمركز الأول، تحرك اللي هو منذر لمحمد بن راشد بن فري المهيري، ولكن اللي هو السعدي 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 استعدي استجاب لبعدي السعدي، سيف بن علي بن عامر اليابري ينطلق وينتزع ناموس هذا الشوط بجدارة وبنهاية قوية. المركز الثاني، المركز الثاني رقم 6 اللي هو منذر لمحمد بن راشد بن فري المهيري، والمركز الثالث اللي هو هملول لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. نعود إلى التوقيت في هذا الشوط، والتوقيت 7:52 ثانية، تهانينا والناموس.